السلام عليكم. صباح الخير خويا، كلشي مزيان؟ هذا تبيع ياك ولا مازال؟ لا خويا غادي يبيع. غادي يبيع ان شاء الله للشيه هذا الاخوان. تبارك الله، بشحال داز؟ 154 الاخوان، تبارك الله ما شاء الله. حولي مليح. ها بشويه بشويه، اش داير السن هذا؟ سنا الحليب الاخوان، هذا ان شاء الله غادي للشيه ما شاء الله. الله يسر الخويا العزيز، الله يجيب لكم التيسير. تبارك الله، الفولات راه فروقات، تبارك الله ما شاء الله. توما الفولات راه فروقات، حولي راه زين. الله يسر الخويا العزيز. السلام عليكم، كي داير؟ كلشي مزيان؟ شحال ديت هاد الخير؟ تبارك الله تمام، الله يحفظك. 110، 5500. هذا ان شاء الله غادي للعيد الاضحى ياك؟ ان شاء الله. اش داير في السن؟ تني. تبارك الله الاخوان، سير الله يسخر لك اخويا، الله يجيب لكم التيسير. هذا الاخوان راه تني ما شاء الله، 5500 درهم. الله يجيب التيسير، الله يسر ما شاء الله. صباحك مبروك اسيدي، كلشي مزيان؟ شحال دازوا الثلاثه؟ 82، 4100 درهم ما شاء الله. هذا الفرق، الفرق تبارك الله شحال؟ 66، 3300 درهم الاخوان. هذا ما شاء الله 3300 درهم الخوت. ادفع معاه، ادفع معاه، زيد 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 زيد، ادفع معاه، زيد زيد. هذا هو الخوت راه 82000، 4100 درهم الخوت. زيد زيد، ادفع 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 ادفع. الله يسخر لكم، الله يجيب التيسير. جمعة مباركة الإخوان لجميع المسلمين اللي داخل الأرض الوطن وخارج الأرض الوطن، أجوا إن شاء الله تسوقوا معنا وفرجة ممتعة الخوت. ما تنساوش جيم، جزاكم الله خيرا. الله يسلمك. صباح الخير، كلشي مزيان؟ شحال هاد الحولية تبارك الله؟ هادي 50000. 2500. وشنو تقول؟ 56. حتى دابا غلطتي. لا بحال ما غلطنا. 56. انت دابا غلطتي. شنو تقول للمشاهدين؟ تقول لهم كل شيء زين، عيدكم مبارك سعيد. هذا هو ياك. بالنسبه للثمن، كي داير الثمن هاد الايام؟ زوينة هاد الايامات، اما الايامات الاولى كان شويه الدق، كان شويه الدق ياك. اما دابا في بحال تحضرت الاثمنه، بحال شويه تحضرت ياك. الله يحفظك، كنشكروك. سير الله يسهل عليك اخويا، نشدوك على خدمتك. الله يسهل عليك ما شاء الله. الخوت نشاركوا معكم ان شاء الله الزين، فرح ملكي تبارك الله. شحال ديتوا اخويا؟ 4300 درهم تبارك الله. 86000 ريال الاخوان ما شاء الله تبارك الله. فرخ الخوت زين مليح تبارك الله. غادي هذا ان شاء الله غادي العيد ياك، العيد اضحى ان شاء الله. الله يسخر لكم. حولي دايزو الكلام تبارك الله صراحه. هذا 86000، 86. الله يسخر لخويا، سير الله يسخر لكم، الله يجيب لكم التيسير. الله يسر تبارك الله، 4300 درهم الاخوان. الله يسر. تبارك الخوت خير تبارك الله. شحال دازوا هاد الحواله؟ هاد الجوج تبارك الله 170 ياك، 8500 درهم الخوت. هادو ان شاء الله العيد الاضحى ياك. ان شاء الله. الله يسر لكم اخويا، الله يسر لكم. هادو الاخوان راه 8500 درهم. الله يسر، الله يجيب. السلام عليكم الخوت، صباحكم مبروك، تحياتي لكم الخوت. راه مباشرة من السوق جمعة قيسر إقليم سطات. اليوم راه الخير موجود تبارك الله، اليوم في الجمعة ديال قيسر. وجمعة مباركة على جميع المسلمين كاع اللي داخل الأرض الوطن وخارج الأرض الوطن، اليوم راه الخير موجود تبارك الله. وأجيو إن شاء الله نتعرفوا على الأثمنة ديال الحولي ديال العيد الأضحى والحولية إن شاء الله. الله يبارك، اليوم راه كاين ما يتشاف تبارك الله. والسوق راه عامر الخوت، السوق راه عامر تبارك الله، الخير موجود. اليوم راه التصوير راه بتاريخ 17 ماي 2024. اجوا ان شاء الله تسوقوا مع اخوكم يونس مجيد، وتحياتي لكم وتبارك الله عليكم الخوت. الله يدير الخير، فرجه ممتعه، ما تنساوناش بجيم ديالكم، جزاكم الله خيرا والله يسر الامور الجميع. الله يسهل عليكم الخوت. محمد صباح مبروك، كلشي مزيان؟ شحال داز هذا الخير تبارك الله؟ ما عرفتش شحال تبيع ياك؟ يا احمد شحال؟ ما عرفتش. سير الله يسخر، الله يسخر. نشارك معاكم السليعه ما شاء الله. خلي 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 تمام. الله يحفظك. شحال؟ 104. 104، 5200 درهم.
ميسر. شاء الله المليح اخوان المليح، الله يبارك يا اخوان. نشاركوا معكم هاد جوج حوالق. اش دايرين في السن بعدا اخويا؟ هذا الاخوان اللي من هنا راه رباعي، واللي من الهيز داس ياك. بارك الله ما شاء الله، هذا باقي رباعي ياك. رباعي بارك الله يبارك. تا اخويا العزيز دور تا من الجهه الاخرى على الشمس باش نشاركوا مع الاخوان. الله يبارك. الدمعه لكم ما مطبوعش هذا ياك؟ ما ديش ياك، ما ديش. تبارك الله. شحال عطاو الخويا في هذا الخير تبارك الله؟ 10,000 درهم. اييه 10,000 درهم الخوت، مليون ما شاء الله. هذاك اللي من لي شحال؟ 150، 7,500 درهم الاخوان. هذا راه تبارك الله راه السوق هذا صراحه. الله الاخوان راه السوق ما شاء الله. الله يسر الخويا، الله يجيب لك التيسير. كنشكروك الله يسر. عبد الغني كي داير؟ كلشي مزيان المليح تبارك الله. شحال في هذه من راس عبد الغني؟ 10 حوالات تبارك الله على عبد الغني. الله يبارك المليح على الاخوان. شحال عطاو لعبد الغني هنايا؟ انا 120. 120 ياك، 6,000 درهم على الاخوان تبارك الله. السلعه راه غليظه ما شاء الله. يبغى ان شاء الله من الاخوان عبد الغني، خلي ان شاء الله النمره للاخوان. النمره 06 64 39 41 01. واللي يبغى ان شاء الله من الاخوان هيا راه يتواصلوا معاك. السلعه راه غليظه تبارك الله مليح. الله يبارك الله يسر ابو عبد الغني. السلام عليكم خويا العزيز كي داير؟ كلشي مزيان؟ جيناك مع التصاون يانيش هنيك تبارك الله يا اخوان. حاولي ملاح تبارك الله. هذا ما شاء الله. خلي السيده الاخوان يسالي وغادي نشارك معاكم الثمن ديالو ديالك عصام ياك. تعال اخويا عصام وقول لنا الثمن. الله يحفظك. ديال عصام الاخوان. خويا عصام اش داير في السن؟ اثنين الاخوان تبارك الله المليح. شحال عطاوك اخويا عصام هنا؟ 172. 172 ورا هذا ان شاء الله لا دال العيد راه ما شاء الله. هذا تقريبا شحال يوزن من كيلو عصام؟ ما عندي ما اخوان ان شاء الله هما اللي غادي يقولوا لينا. ولكن راه حولي راه تبارك الله راه عجل ما شاء الله. باقياتني الخوت يلاه قال بسم الله راه باقياتني. خويا عصام خلي ان شاء الله الاخوان النمره ديالك. اعطيني 122 هذا. خلي النمره ديالك اخويا عصام. 06 15 55 60. بو عصام راه ديما عاد السلعه وديما عاد المليح لا في حوله لا الحولي ديال العيد لا نعجات اي حاجه. اي حاجه اييه راه يتواصل. وبالنسبه للمنطقه راه كيسر اييه بالضبط اييه هذا هو السوق ديالك. الله يسر بو عصام. بارك الخوت نشاركوا معكم ان شاء الله السلعه. السلعه نقيه تبارك الله ما شاء الله. بارك الله الورد تبارك الله الاخوان. هذه السلعه الخوت سلعه بدريه زينه يا الصلاه تبارك الله. شحال عطاو الخويا هنا؟ 62 ياك. 3100 درهم الاخوان ما شاء الله. سلعه زينه تبارك الله ديال الورد فوق الارض ما شاء الله. هذه الخوت راه 3100 درهم. تخلي ان شاء الله الاخوان النمره ديالك اخويا العزيز. سير قيد سير. قول لنا النمره ديالك. 06 76 71 76 71 71 17 88. هذه شحال فيها العدد هنا؟ فيها 27 27 الاخوان. العيب ما كاينش ياك اخويا. دقت برا الله يستر حيد الله يسخر. العيب والو قال لكم دقت برا الاخوان. 27 راس سلعه بدريه ما شاء الله. الله يبارك. اللي يبغى ان شاء الله من الاخوان راه يتواصل معاك اخويا العزيز. اييه يبغى راه يصاوب معاك. 72 ها هو بالنسبه للشهاد المؤيد راه الثمن فيه مرفق على الغليظ صراحه. هذه 62 هذه فايته 6 شهور. هذه تعيد مزيانه. هذه السلعه ديال الدراويش الاخوان مخيره تبارك الله. الله يستر الخويا الله يجيب لكم التيس. متفق معاك متفق معاك. محمد انا العيد هذا والله ما نطلقوا من هنا. السي محمد انت كي داير؟ كلشي مزيان؟ قاعد ياك؟ ما شحال عطاو؟
لا دوينة غتقول فيها خير. 136 عطاوك 136 ياك اخويا 136 تبارك الله. هما ربعة هما ربعة ياك ربعة الحوالة هنا الخوت راه عطاهم 136 6800 درهم الاخوان تبارك الله ما شاء الله. هادو غيكونوا ثنايا ياك ثنايا ثنايا بربعة الاخوان ثنايا الخوت راه 136 ما شاء الله. الله يجيب لكم التيسير الله يسر الله يسر. الخوت راه 136 يلا خو العزيز كي داير؟ الله يحفظك كلشي مزيان صورنا على ديك السلعه قلت لي في الفقيه بن صالح واليوم ان شاء الله ثاني غادي 112 ولينا بلعب 113 ياك المعطى 112 ولينا بلعب 113 بعتها؟ هذيك بعناها ديال ديك السيمانه اييه هذيك ديال هذيك السيمانه هذه 108 ديال اليوم ياك هذه الخوت راه 5400 درهم 110 هذه نيت فردتي منها 114 110 تبارك الله تبارك الله. السلعه ديال الفقيه بن صالح نيت ولا ديال الستراغ ماشي ديال الفقيه بن صالح اييه ديال الستراغنا الاخوان المرقد ديالها ما شاء الله. الله يجيب لك التيسير اخويا العزيز الله يستر ما شاء الله. الخوت السلعه راه زينه تبارك الله. هذه الخوت راه 5400 108 الله يستر الله يجيب التيسير. خويا مروان كي داير؟ كلشي مزيان اخويا الله يحفظك. المليح تبارك الله هنايا تبارك الله على خويا مروان. شحال عطاوك اخويا مروان جمله؟ مليون 10000 درهم تبارك الله. وفي الفراد يا مروان اللي بغى واحد ولا جوج؟ مليون و40 مليون و40 المعطى الخوت تبارك الله ما شاء الله. حواله ملاح تبارك الله. هادو ان شاء الله اخويا مروان العيد لتحسين الناس العيد على جوج جوايه ياك. واللي بغى شي حاجه اخويا مروان 06 45 34 39 09 27. اللي يحتاج شي حاجه اخويا مروان راه يتواصل معاك ان شاء الله. حواله راه تبارك الله راه ملاح راه السوق ما شاء الله الله يسر الله يجيب التيسير مليح الله يبارك الله يبارك مليح تبارك. بو زكريا صباح الخير كلشي مزيان داير الناس شي حاجه موين شي حاجه الله يجعل شي بركه شحال ولكن خو الثمن ماشي غير سهل ياك مليح السلعه ديال الدراوش ولكن الله يصاوب. شحال عطاوك اخويا زكريا؟ 69 و 300 ريال ياك هذا الثمن ديال المعطى ديال المعطى اللي عاطيني ذاك اللي عطاوها الاخوان هما ثلاثه ياك هما ثلاثه الخوت. شحال قطعتيهم اخويا زكريا؟ 72 ياك 3600 حوالا عامرين تبارك الله حوالا ملاكين ما شاء الله. اخويا زكريا هادو ديالو ولا كذا؟ وليدات المدرسه تبارك الله. هادو 93 93 ياك 4650 درهم. دابا هو السبب باش غالي الخروف ياك دابا هاد الخروف الصغير هو السبب باش غالي الخروف الكبير. 600 هادو دابا 40000 قال 600 كيلو واش غنقول في 6 كيلو ولا 7 6 كيلو ولا 8000 ريال الكيلو بحال 8000 ريال الكيلو. دابا هذا هو السبب باش غالي الحول صغير عمو من البدايه صغير. خو زكريا كنشكروك خلي الاخوان ان شاء الله النمره ديالك اييه 50 10 39 28. الله يستر ابو زكريا كنشكر. السلام عليكم بو العزيز كي داير؟ كلشي مزيان؟ شحال عطاوك؟ كي داير؟ كلشي مزيان؟ الله يحفظك يونس ود مجيد. يونس اييه شحال عطاوك هنايا اخويا؟ 49 ياك هذه الخوت راه 2450 درهم هذه ان شاء الله مزيانه للعيد ياك. اييه ان شاء الله هذه الخوت راه 2450 درهم ما شاء الله. مش راه من هنا ولا كسيبه اخويا؟ كسيبه كسيبه ياك تبان لي واكله الربيع. واكله الربيع تبارك الله. هذه الخوت راه 2450 الله يستر خويا الله يستر لك الله يجيب تيسير ما شاء الله.
112 ياك 5600 الاخوان جارين في السن اخويا اثنين اخويا ثنايا ثنايا الاخوان تبارك الله 5600 الاخوان ما شاء الله ولا ملاح هذو الخوت راه 112 تبارك الله خو العزيز هذا اللي شاد مع شحال اخويا تمام الله يحفظك 120000 درهم 110 5500 اخوان راه 5500 تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله الخوت هذا الخوت راه 110 5500 درهم الله يجيب تيسير الخوت الله يجيب لكم التيسير اخويا كدير خويا ها كدير كلشي مزيان تمام الله يحفظك شحال عطاوكم هنايا 83 4150 درهم تبارك الله سلعة مرابعة تبارك الله يا اخوان هذه الخوت راه 4150 درهم ما شاء الله 83000 ريال شحال فيها العداد هذه يا خويا العداد تقريبا الله يحفظك 12 حولي 12 حولي يا اخوان تبارك الله 12 حولي الخوت هنا راه 4150 درهم الله يسر الخوت الله يسر لكم هذه راه حولي مربع تبارك الله ما شاء الله يون سودي مجيد اييه كنشكرو كي صابح السوق اليوم مزيان ياك السوق اليوم خير موجود تبارك الله اه خير موجود هي الخروج شويه قليل الخروج شويه قليل باقي الوقت شويه اياك الله يستر الله يستر الخويا الله يجيب لكم التيسير هنا الخوت راه 4150 درهم عدد السيد الله يستر السلام عليكم كي داير كلشي مزيان الله يحفظك شحال عطاوك تبارك الله في هذه السلعه 108 هذه الخوت راه 5400 درهم الاخوان تبارك الله ما شاء الله سلعة تبارك الله مربعه ياك هذه مربعه تبارك الله كسيبه ولا مشرا من هنا هاك سيبتك ياك تبارك الله الاخوان هذه ديال الدار هاك سيبه هذه الخوت راه 5400 درهم الله يبارك الله يجيب لك التيسير اخويا العزيز كنشكروك الله يستر الله يستر خوت هذه راه 5400 ما شاء الله ولا ملاح الله يستر ونمشيو تجاه اخرى الخوت تبعوا معنا هذا الفيديو والله يدير الخير شحال خرجوا هذه البدايره تبارك الله اخويا اخويا كل جوج ثمن ياك من الناس ثمن تاليناش كاينه 70 كاينه 73 كاينه 70 73 كاينه 66 من 3300 حتى 3650 درهم تبارك الله خرفان بدريين هنا المشره ما مقادش بالجوج الله يسر خويا الله يسر الله يجيب لكم التيسير اسيدي الله يسر ما شاء الله الخوت نشارك معكم ان شاء الله هذه الحوليه السلام عليكم خويا صباحكم مبروك كلشي مزيان امورانيا شحال هذه يا خويا داز 45 ياك هذه الاخوان راه 2250 درهم العيد ان شاء الله ولا الكسيبه ولا العيد اضحى الله يسر خويا صافي يا سير توكل على الله ما شاء الله هذه الخوت راه 45000 ريال الله يسر الله يجيب تيسير الله يسر الخوت هذو يلا جايه الداخلات اييه الله يسر الله يسر لكم اسي هذا خوت الله جاي الداخلات حوليات زينات تبارك الله الله يجيب السلام عليكم كدير خويا كلشي مزيان الله يحفظك الله يبارك فيك شحال عطاوك في هذا الخير تبارك الله 111 ياك هذه الخوت راه 5000 و 550 درهم ما شاء الله هذه سنه الحليب كنايا سنه الحليب باقا كامله ياك فيهاش حاجه ستنات على الاخوان ما شاء الله هذه المشرى من هنا ولا ديال الدار هاك سيبتك ياك هاك سيبها الاخوان شحال فيها العدد تقريبا العدد شحال العدد هي 24 قسمتها على جوج 12 الله يسخر ما عادش كيصابح السوق اليوم ياك كاين الخير راه موجود ياك هذا هو اللي كاين واللي بغى يبقى شاد راه غيبقى شاد هنا الخوت راه 111 ما شاء الله هاتوما الخوت السلعه الله يجيب تيسير خويا كنشكروك الله يجيب تيسير